بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ اليوم نكمل الجزئية الإكزامبلز اللي كنا بنتكلم فيها عن الكاونتينج. كان في ضايل لنا أكم من إكزامبل عشان نبدأ في الموضوع الجديد. إن شاء الله تعالى بنحاول نكملهم في هالوقت عشان نبدأ نخلص الموضوع اللي وراهم. نبدأ بإكزامبل وصلنا المرة اللي فاتت، كان عبارة عن باسورد. بدنا نشوف قديش عدد الباسوردز اللي ممكن يعملها جينيريشن باستخدام تو ديجيتس او تو كاركترز. بمعنى في حيكون عندك الباسورد عباره عن تو بوزيشنز، بوزيشن نمبر 1 اند بوزيشن نمبر 2. فالتو بوزيشنز هذول ايش الشروط اللي لهم او ايش الكاركترز اللي ممكن نستخدمها لكل بوزيشن من التو بوزيشنز هذول؟ التو بوزيشنز ممكن يكونوا عباره عن letters from A to Z or digits from 0 to 9 or واحدة أو one of the 10 punctuation characters. 10 punctuations اللي ممثلين بهذا الشكل، الشكل اللي موجود هنا في السلايد، وهدول اللي بنقدر نجيبهم من shift 1 shift 2 أو shift 3 to shift 0. فهدول اللي هم ال punctuations. طيب هدول اللي هم الإمكانية اللي بنقدر نختار منهم ال characters بتاعت ال two positions. طيب في عنا شرط تاني لعمليه الجينريشن للباسوردز هذه، انه ايتش باسورد باسورد ماست كونتين ات ليست 1 ديجيت اور بانكشويشن كاركترز. فاذا واحده من البوزيشن، يا البوزيشن الاول يا البوزيشن الثاني، ات ليست لازم يكون في ديجيت او بانكشويشن، ديجيت او بانكشويشن. بمعنى انه لا يمكن انه يكون في تو ليترز في الباسورد، لا يمكن يكون في تو ليترز للباسورد، لازم يكون واحد منهم ديجيت اور punctuation at least. يعني ممكن يكونوا الاثنين digits او الاثنين punctuations او واحد digit وواحد punctuations. punctuation. اوكي، كيف نقدر نشتغل عليه؟ واضح انه احنا هنا بنتكلم عن two positions. ممكن نحط الاحتماليه تاعتنا انه الاول البوزيشن الاول هو اللي ممكن يكون فيه الديجيت اور punctuation. الديجيت اور punctuation. في الحاله هذه قديش عدد الديجيت الممكن اختيارهم؟ 10 من 0 ل 9 زائد البنكشويشنز، برضو عندنا 10 بنكشويشنز. فانا بالنسبه للبوزيشن نمبر 1 في عندي امكانيه ل 20 كاركتر نستخدمهم في الحاله البوزيشن الاول. اذا تم استخدام فعلا ديجيت اور بنكشويشن في البوزيشن الاول، فالبوزيشن الثاني انا في حل ان من الشرط هذا، فبقدر اقول انه ممكن يكون ليترز 26 او ممكن يكون برضه ديجيت او ممكن يكون بانكشويشن، فهذا حتصير 46. طيب الاثنين هذول التو بوزيشنز لازم الاثنين موجودين، بمعنى البوزيشن الاول موجود بعدد الحالات اللي بقدر امثله فيها، و اند البوزيشن الثاني موجود بعدد الحالات اللي بمثله فيها، فهنا بتصير عمليه ضرب، صارت 20 في 46 حاله. طيب هذا كانت حالة أولى. الحالة الثانية حفترض أنه لا، البوزيشن الثاني هو اللي حقق لي شرط البنكشويشن أور ديجيت فقط في الديجيت في البوزيشن هذا. فهنا أصبحت 10 زائد 10، 10 ديجيتس زائد 10 بنكشويشنز، أصبح عندي 20 كاركتر محكومين إما ديجيت أور بنكشويشن. صار البوزيشن الأول ممكن يكون letters، ممكن يكون برضه بانكشويشن، وممكن يكون ديجيتس، فصار هذه عندي 46. قديش عددهم؟ نفس الكلام، صاروا برضه 46 في 20. طيب حنلاحظ انه الحالتين بدي اجمعهم، لانه اما حتظهر عندي الكاركترز تاعت البانكشويشن او ديجيت في البوزيشن الثاني او في البوزيشن الاول، اما هذه او هذه. ففي الحاله دي صارت عندي 20 في 6 و40 زائد 46 في 20. طيب بقدرش اسكت واقول خلص مجموعهم هو عدد الباسوردز الممكنه. ليش؟ لانه في حالات انعدت هنا وتكررت هنا. ايش هي الحالات اللي تكررت هنا؟ في حالات تكررت، لانه انا لما بقول هنا عندي 20 بنكشويشنز او ديجيتس، تكرر معاها انه في الحاله الثانيه برضه موجوده الديجيت او بنكشويشن. فاذا اصبح في عندي هنا ديجيت اند بانكشويشنز، وفي الحاله الثانيه صار في عندي برضه هنا مجموعه ديجيتس
وموجود هنا في حالة البنكشويشنز برضو في الحالة الأولى، فهذه حالة متوفرة، حالة متوفرة موجودة. فإذا بدنا نطرحهم أو بدنا نطرح الانترسكشن بتوين ذم. طب كيف بطرح الانترسكشن بتوين ذم؟ إنه أعمل التقاطع، التقاطع إنه الشرط تحقق للتو بوزيشنز مع بعض. للتو بوزيشنز مع بعض، كيف ممكن يتحقق للتو بوزيشنز مع بعض؟ إنه البوزيشن الأول عبارة عن ديجيت أور بنكشويشن 10 زائد 10، والبوزيشن الثاني أيضا برضه ديجيت أند بنكشويشن برضه إما 10 أو 10، فصار في عندنا 20 في 20، هذول تكرروا هنا وتكرروا هنا، تكرروا في الحالتين، في الحالة هذه وفي الحالة، فأنا مضطر أطرحهم مرة لأنه جمعتهم مرتين، فبدي أطرحهم مرة عشان يكونوا انجمعوا بس مرة واحدة فقط، فهنا صار سالب أو ماينس 20 في 20. أصبح عندنا بهذا الشكل الحل 920 زائد 920 ناقص 400 بيعطينا 1440 1440 باسورد أو different passwords ممكنة في الحالة اللي عندنا، في الحالة اللي عندنا. أوكي، more examples. لو بدنا نجيب find the number of three letter initials where none of letters are repeated. إذا كان بدنا نجيب مجموعة الحروف الأولى، مجموعة الحروف الأولى أو الابريفيشنز لثري letters as initials، ممكن نقول مجموعة abbreviations متكونة من three letters A B C بهذا الشكل، بهذا الشكل. أكم abbreviation أو أكم abbreviations ممكن أكون من three letters بشرط إنه ما تتكررش اللترز. إذا كان في الـ A أصبحت في البوزيشن الأول لا يمكن قبولها في البوزيشن الثاني أو البوزيشن الثالث، فهنا ممنوع التكرار لللترز تبعتنا، لللترز ساعتنا. فقديش في إمكانية لعدد initials في الحالة اللي عندنا أو عدد abbreviations في الحالة، مختصرات في الحالة هذه. طبعا بالنسبة للوكيشن الأول هو حختار أنا من واحد من 26 لتر. أوكي، في الحالة الثانية ممنوع التكرار، ممنوع التكرار، معنى ذلك انه في عندي 26 بس انا هنا في كاركتر اخترته، في لتر اخترتها، فصار اختياري من 25. الثالثة 24 لانه في رقمين، في تو لترز تم اختيارهم في الخانة الأولى والخانة الثانية، فصار عندي عدد الاحتمالات أو عدد اللترز اللي ممكن اختار منهم فقط 24، أصبحت قديش؟ 26 في 25 في 24. تمام. طيب مثال سهل بسيط جدا، المثال اللي بعده count the number of bit strings of length 4، وهذه اخذتوها وانتم بتشتغلوا في الباينري وقديش عدد البيت سترينجز اللي بتقدروا تعملوه جنريشن من عدد بيتس محدد بالنسبه لكم او عدد ديجيت محدد. فلما نتكلم عن اربعه معنى ذلك انه انتم في عندكم اربعه ديجيتس، هذه قديش اختياراتها وقديش عدد البوسيبيليتيز تاعتها، اما 0 او 1 فهذه تنتين، الثانية برضو 2، الثالثة 2، 4 2، فقديش عددهم 4؟ صار عندي 2 to the power 4 مضروبهم في بعض، مضروبهم في بعض، فهي 2 to the power 4. مثال سهل، فيش فيه إشكال، ما فيش فيه أي مشاكل. أوكي، count the number of bit strings of length 4 or less، 4 or less، معنى ذلك ممكن يكون طوله 4 أو 3 أو 2 أو 1. أو هذه مجرد كلمة أو، معناته أنا بعمل جمع. بالنسبة لأربعة صار 2 to the power 4، أو هي أو بتترجم لجمع، لا summation. 3 2 to the power 3 أو 2 to the power 2 أو 2 to the power 1. تمام، في الحالة هذه بنكون جبنا قديش عدد العدد التوتال للسترينجز الممكنة وعددهم حيكون 30 16 زائد 8 زائد 4 زائد 2. أوكي، more examples. Count the set S of three digit numbers which begin or end. هاي or على طول. or معناته صار في عندي two ways للجمع أو two tasks. two tasks هذول بحسب قديش عدد ال ways للتاسك الأولى اللي هي أني تاسك أولى begin with even digit. التاسك الثانية end with an even digit. وبنجمعهم مع بعض. ليش حجمعهم مع بعض؟ لأنه في بينهم or. في بينهم or. اوكي، بنمسك الأولى
اللي هي begin with an even. Begin with an even. ف هي 3 digit. هذه طبعا احنا نتكلم عن decimal هنا في الحالة تاعتنا، انا بتكلم من 0 ل 9. قديش ارقام even من 0 ل 9؟ عندي 0، عندي 2، عندي 4، عندي 6 وعندي 8. تمام. هلا وقت لما بدنا نبدا بالحالة الأولى، begin with an even digit. Begin with an even digit. قديش الأرقام الإيفن اللي بقدر أبدأ فيها الرقم؟ نبدأ فيها معناته حتيجي في أول لوكيشن، في أول بت أو في أول ديجيت هنا. أوكي، حيكون قديش عددهم؟ 1 2 3 4 5. 5. لا. لا، مش 5. ليش مش 5؟ لأنه الصفر غير مسموح فيه. لما نقول 0 6 5 هذا فعليا نمبر من 2 ديجيتس مش من 3 ديجيتس، هذا من 2 ديجيتس. فاذا الزيرو لا يمكن استخدام الزيرو في مرحله او في خانه المئات. فاذا هنا مش 4 مش 5، هنا في عندي 4 احتمالات فقط او 4 اختيارات بقدر، 4 ارقام بقدر اختار منهم او 4 ديجيت بقدر اختار منهم اللي هم ايش؟ 2 4 6 8 4 فقط. فهذه حتكون 4. ثانيه خلص، الثانية فري، ممكن تكون 0 ل 9، من 0 ل 9 ممكن يكون 500 هيها و9 هيها 3 ديجيتس، أو ممكن تكون 590 فهيهم من 0 ل 9، أي رقم ممكن جدا وبضل اسمها رقم من 3 ديجيتس. فمن 0 ل 9 عندي 10 حالات. الرقم الأخير برضه من 0 ل 9 في زي هذا، هي بدأت 9 وهي استخدمنا الصفر موجود، فالصفر في الاحاد حيضل موجود، في المئات لا، في المئات ملوش قيمه. اوكي، مضروب في ايش؟ في 10. فصار عندي 400 ways to represent this requirement اللي هو ايش؟ 3 digit numbers which begin with an even digit. طيب التاسك الثانيه or end with an even. لما نقول بدنا ننتهي ب even حنخلص، حننهي هنا بايفن. ايفن ممكن يكون صفر، احنا هنا لسه قلنا حاله ممكن تكون صفر، فمعنى ذلك هنا صار 5، عددهم 5. في النص في عندي 10، هنا 10 لا مش 10، هنا لا مش 10، لانه قلنا الزيرو مش مسموح، الزيرو غير مسموح انه يكون في المئات، فمعنى ذلك انا بتكلم هنا عن 9. كلام سليم. هذه قد ايش صار عندنا؟ صار عندنا 45 40 450 450. طيب نقف مع حالنا شوية، في حالات انجمعت هنا وانجمعت هنا، ايش هي الحالات الانترسكشن بتوين ذم؟ صح صح اكيد. معنى ذلك انه بدنا نحط هنا حالة نطرحها من المجموع اللي هو التو كونديشنز او التو تاسكس سيمولتينيسلي تحققوا مع بعض. ايش هما التو تاسكس اللي حيتحققوا مع بعض؟ ان هي begin even and end within ان ايفن برضه ديجيت، الاثنين تحققوا مع بعض. فهذه قلنا 4 وهنا قلنا 5 وهذا زي ما هي 10. هي عندنا 20 في 10 في عندنا 200 حاله. فاذا السوليوشن هنا في الحاله تاعتنا هذا ايش بيساوي؟ ال 400 للتاسك الاولى زائد 450 للتاسك الثانيه ناقص الانترسكشن بتوين ذيم، بتوين التو تاسكس 1 اند 2، فناقص 200. فهنا صار 850 بيطلع 650. اوكي، الان بنبدا مع مين؟ مع البيجن، هو البرنسبل والموضوع الجديد تبعنا اللي حنتكلم فيه ان شاء الله تعالى. نبدا زي ما قلنا بموضوعنا الجديد اللي هو البيجن هول برنسبل او ابراج الحمام. ابراج الحمام، ابراج الحمام ايش القصد من موضوعنا؟ انه لو كان عندنا عدد بيجنز أكبر من عدد البيجن هول، بمعنى عدد الحمام اللي الواحد مربيه عنده أكبر من عدد خانات الحمام أو الفتحات أبراج الحمام، في الحالة هذه بنقدر نقول إنه أكيد في 1 بيجن هول على الأقل تحتوي أكثر من 1 بيجنز، من 1 بيجن، صحيح؟ ممكن تكون 2 بيجنز أور مور، ممكن تكون أور مور. لو في الصيف يمكن يكونوا كل توزعوا على كل البيجن هول وواحدة اجت مع الثانية فصاروا اثنين، هذه اتليست. ممكن الدنيا برد لا نلاقي انه سابوا فراغات وقعدوا ثلاثة أربعة في كل
في كل بيجن هول. القصد من هنا اذا والله if there is more than or equal k plus 1 objects that assigned to k places, هذول بدهم يتحطوا في k places, then at least one place must be assigned more than or equal to objects. معناته في واحد من الاماكن لازم حيحتوي على two objects لانه عدد الاوبجكتس اكثر من عدد الاماكن. ببساطه عدد الاوبجكتس اكبر من عدد الاماكن, فبايولوجيك منطقي جدا. كويس, حنكتبها as a assignment function او ك function definition. نقدر نقول if الفانكشن from A to B, from A to B, ال A سميناها الدومين, ال B سميناها الكودومين, and cardinality of A أكبر من أو تساوي cardinality of B plus 1. فإذا الدومين أكبر من مين؟ من الكودومين. أوتوماتيكلي معنى ذلك إنه في عنا عناصر موجودة أو أكثر من عنصر موجود في الدومين إلهم نفس الناتج في الكودومين. صحيح؟ لما بنعمل assignment إلهم أكيد حيكون في عندي two pre-images, ما هم القيم اللي موجودة في الدومين كنا نسميهم pre-image, متذكرينهم؟ pre-image. اوكي, القيم اللي موجودة في الكودومين كنا نسميها image. فمعنى ذلك إنه يوجد image لأكثر من one pre-image, أكثر من one pre-image. Then some element of B has greater than or equal to two pre-images under function f, under function. في الحاله دي معناته انا بتكلم عن not one to one, not one to one. ليش؟ لانه مش كل image جايه من بري ايمج واحده, لا, هي في تو بري ايمجز حيروحوا لنفس الايمج, لنفس الايمج حيكون في عندنا تو بيجيونز لنفس الهول, لنفس البيجيون هول. تمام, فحيكون اكثر من بري ايمجز. اوكي, توضيح ل الفكرة وانه فعلا مجرد انه في هنا مثلا عندي 9 خانات, التسع خانات هذولا اكثر من 10 بيجونز, اكيد اكثر من 9 بيجونز اكيد حيكون في 2 بيجونز في نفس الخانة او في نفس اوكي. بتتوزع كيف مش فارقة معي, يعني انا ماليش علاقة بالثلاثة, بس انا اللي بقدر احكم عليه اكزاكتلي انه at least في مكان يوجد فيه أكثر من وحدة. هذا اللي بقدر شور أقوله وأنا مطمن, بس بقدرش أعمم الحالة هذه, وبقدرش أعمم الحالة هذه نقول والله في تلا, لا بضمنش إنه دائما حتكون هيك, بس أنا دائما ضامن إنه دائما في خانة فيها أكثر من one vision, في دائما خانة فيها أكثر من one vision. أوكي, examples. كيف ممكن تيجي examples على الموضوع هذا؟ أو إيش في examples توضح القصة هذه؟ حتوضحها ببساطة جدا. There are 101 possible numeric grades من 0 to 1. هذا اللي هي rounded, إما round up أو round down, بمعنى أنه الدرجة اللي حتكون موجودة إما بعملها تقريب, بعملها ceiling or floor, بعملها round up أو round down, كلهم لازم يكونوا integers. integers في الحالة هذه الgrades اللي موجودة عندي عددهم 101 grades. لو عندي عدد طلاب أكبر من 101 أكيد في طالبين حيشتركوا بنفس الجريد, أكيد في طالبين حياخذوا نفس العلامة. هذا على الأقل, هذا على الأقل. يمكن يكون في أكثر, يمكن يكون في أكثر, بس أنا بتكلم هنا at least. هذا يعني الكلمة المضمونة I am sure that إنه فعلا في أكثر من طالب لهم نفس الجريد. أوكي, ففي الحالة هذه لأنه rounded مش حيكون في قصور إنه نكتر عدد الجريدز الموجودة, لا, هم الجريدز خلص 101. فإذا العدد الطلاب أكثر من 101 أوتوماتيكلي هنقول في two students at least في نهاية السمستر حيكون لهم نفس الجريد, نفس الجريد. طبعا واضح إنه إحنا نتكلم عن none أو not a one to one function, not a one to one function, لأنه في two students, في two pre-images اللي يمثلوا الطلاب موجودين لهم نفس الجريد, نفس الإيمج, نفس القيمة في الكودومين. اوكي, طيب في بس بدنا نشطب طبعا واحدة من هدول. خلينا نشوف كمان examples. Among any group of 367 people there must be at least two with the same birthday. لو كان في عنا 367 شخص اكيد في على الاقل اثنين انولدوا في نفس اليوم, اكيد, شور, يمكن يكون في اكثر,
يعني يكون صدفت في حاله من الحالات انه يمكن في 5 أو 10، يمكن في احد الحالات نصهم، بس انا بتكلم في المضمون. المضمون اللي انا فعلا تو جارنتي ذات انه على الاقل في عندنا 2 هاف ذا سيم بيرث داي، هاف ذا سيم او لهم نفس، او هاف ذا سيم بيرث داي او لهم نفس يوم الميلاد. طيب in any group of 27 English words، لو في عندنا مجموعه فيها 27 كلمه، برضو at least في كلمتين بدأوا بنفس اللتر، صحيح؟ بيولوجيك يعني منطقي كل اللي احنا بنقوله. 26 حرف. لأنه عندكم 26 حرف، فلو افترضنا أسوأ حالة ممكنة إنه كل كلمة مختلفة عن الثانية. 26. الماكسيمم إلهم في الاختلاف 26، ال 27 هذه لازم تكون مشابهة لواحدة منهم، لازم تكون مشابهة لهم. طيب. How many people must be selected from a collection of 15 married couples to ensure that at least two of the persons chosen are married to each other. هالوقت في عنا 15 كابل أزواج وخلص وتوزعوا، بدنا نختار قديش عدد الناس اللي بدنا نختارهم عشان أكون ضامن إنه من المجموعة اللي تم اختيارها يوجد زوجين. 16 أكثر في العدد. بالضبط. أسوأ حالة ممكنة إني أضل أختار كله ميلز أو كله في ميلز أو أختارهم بهذا الشكل. بس ماكسيمم الاختيار تبعي 15. الرقم 16 اكيد حيكون قبل مع واحد من السلكتد، اكيد حيكون قبل مع السلكتد. ففي الحاله هذه عشان فعلا اضمن الكونديشن هذا بدي اعمل اختيار ل 16 بيرسونز، بكون ضامن ات ليست يوجد 1 كابل ات ليست. اوكي كمان مثال، لاحظوا كلهم هيهم بيندرجوا نفسنا تحت نفس المنطق اللي انتم شايفينه سهل لعند الانبسيط، فيش فيه اشكال. نشوف كمان الجريد نفسها. لو عندنا 5 grades اللي هم A امتياز، B جيد جدا، C جيد، وD pass او مقبول، وفي عندنا الF، في عندنا ايش؟ 5 grades. في عندنا 5 grades. اوكي how many students do we need to be sure at least 6 get the same grade عشان اضمن انه في 6 طلاب اخذوا حصلوا على نفس الجريد؟ المفروض انه قديش عدد الطلاب اصلا عشان اقول ان انا ضامن تماما في 6 طلاب اخذوا نفس الجريد؟ 6 7 طب هاي 6 ها، هاي الطالب الاول اجى هنا، الطالب الثاني اجى هنا، الطالب الثالث هنا، والرابع هنا، والخامس هنا، هنا. طيب هاي الجريد هذا في 2 بس، ما فيش في 6. 37 طب ممكن نعمل واحد كل طلاب. طب ناخذ أسوأ حالة ممكنة، أسوأ حالة ممكنة إنه الطلاب وأنا قاعد بصلح قاعدين بتوزعوا على الجريدز، بيجوش كلهم تحت نفس الجريد الواحد، قاعدين بتوزعوا معي، فحيجي هنا 1 2 3 1 بهذا الشكل، لعند ما يصير لكل جريد في 5 كاملين. 1 2 ايوه هاي وصلتوا، هاي وصلتوا للجواب. هذه الورست كيس انه والله يتوزعوا معي بهذا الشكل. انا لعند الان بقدرش اقول انه لو عندي 25 طالب اكيد حيكون في 6 نفس الجريد، لا بضمنهاش، مش دائما ممكن تزبط معي، بس عشان اكون شور من كلامي معناته لازم يكون في كمان 26 الطالب الزياده. هذا بضمن لي معلومتي، بضمن لانه هي أسوأ كيس ممكنه في التوزيع، او خلينا نقول يعني اليونيفورم هنا يونيفورم. فالرقم 26 ياخذ الجريد اللي بده اياه، بده يجي هنا، بده يجي هنا، بده يجي اجى هنا، معنى ذلك انه الجريد سي في 6 طلاب حصلوا على جريد سي، اجى هنا جريد اي في 6 طلاب حصلوا على جريد اي، اجى هنا اف في 6 طلاب حصلوا على. فالرقم 26 هو الاجابه في الحاله هذه اللي احنا محتاجين عدد طلاب مساوي له عشان اضمن انه في 6 طلاب لهم نفس الجريد. اوكي فهيو تراي تو فيل ذا بوكسز، بدكم تجربوا تعملوا تملوا البوكسز كامله كانه الطلاب قاعدين بتتوزع يونيفورملي، كانها بتتوزع بالتساوي. اوكي كمان مثال، مثال كثير كويس. اسيوم ا تليفون نمبر از از فولوز اي 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 و 5X. ايش ال AA 5X هذه؟ الأرقام التليفونات ممكن يكون في عندنا 5 أرقام، الخمس أرقام هذول خاصين بمين؟ بسنترال معين.
كم سنترال محتاج عشان اغطي 25 يوزر، اي 25 مليون يوزر؟ هذه هيك باختصار. طيب نشوف هي اصلا بتكون من ايش الرقم. بتكون من الخمسه هذولا اللي بيقدروا يوفر لي السنترال الواحد او الاريا سنترال لاريا واحده، بصير قديش عدد الكود اللي محتاجها لكل اريا، او قديش عدد الاريا كودز اللي محتاجينها، عدد الاريا كودز. معنى ذلك اكم اي محتاج هنا 3 5 10، قديش الارقام اللي انا محتاجها عشان اقول والله فعلا الرقم كله على بعضه، هيك رقم التليفون كله على بعضه بيقدر يكفي لي 25 مليون يوزر، 25 مليون مشترك، 25 مليون بني ادم عايشين في المدينه، كل واحد من حقه ياخذ رقم تليفون مختلف او ديفرنت تليفون نمبر، تليفون نمبر. انتوا عاده عارفين انه كلنا مثلا نشترك ب 2 8، وبعدين ممكن تختلف. طب ما هذه الارقام، هذه الاريا، هذه الاريا الكبيره، ممكن ساعتها تلاقوا في 6 بعرف انه هذه هذه منطقه كذا، لو 7 هذه منطقه كذا، لو 2 8 8 هذا السنترال الجديد ركبوه مش عارف ايش، هذه معظمهم منطقه كذا. صحيح من الرقم ممكن نعرف وين المنطقه، معناته انا بتكلم هنا عن الاريا. طيب اكم كود او اكم ديجيت محتاج للاريا عشان زي ما قلنا نوفر 25 مليون رقم، 25 مليون ديفرنت نمبر. اوكي بنمسك ال 25 اللي انا محتاجهم اصلا، 25 مليون هدول عباره عن ايش؟ بيساوي 2 تو ذا باور 5 في 10 تو ذا باور 7، صح؟ اوكي على اساس انه 25 في 2 تو ذا باور 6، لا هنا بناخذ كمان واحد وتصير بهذا الشكل. اوكي احنا عارفين انه هدول خمسه، 1 2 3 4 5، كل سنترال بيعطيني لعند خمسه، فهذه 10 تو ذا باور 5. اكم سنترال محتاج؟ لو هنا زودنا كان عندي سنترال واحد بس، حيعطيني فقط ال 10 تو ذا باور 5، 10 تو ذا باور 5. طيب لو كانوا 2 تو ديجيتس بصير زائد قديش؟ زائد 1 زائد 2 زائد 3، لان انا قاعد بزود عدد ديجيتس. لو حطينا اي واحده صار عدد التوتال تبعي بدل 5 صاروا 6، صار في امكانيه احط هنا كمان واحد. طب لو حطينا 2 بصير 2، كمان 3، على اعتبار انه تخيلوا هاي الارقام تاعتكم كل رقم بياخذ من 0 ل 9، فاذا ممكن يكون له 10، الرقم اللي جنبه برضه من 0 ل 9 فاذا 10، الاثنين مع بعض 10 في 10. طيب 1 2 3 4 5 6 7 مثلا، حتصير 10 تو ذا باور 7. بالمثل مع الديجيتس تاعت البت، تاعت البت كنتوا 2 تو ذا باور قديش عدد الديجيتس اللي انتم بتشتغلوا عليها. طيب نفس الكلام احنا برضه عدد ديجيتس، بس انا بشتغل هنا ديسيمل، نشتغل على النظام العشري اللي ممكن يكون فيه 10. طيب انا مش عارف قديش الاثنين ولا واحد ولا ثلاثه، حنسميها كي، بدنا قيمه كي هذه، لانه كي هي رح تمثل كم ديجيت حستعمل لمين؟ للاريا، للاريا كود، هذه بتمثل قديش عدد الديجيتس اللي انا بدي ازودها على الخمسه، فحتصير تمثل الاريا، الاريا كود. اوكي عشان اكمل 2.5 في 10 تو ذا باور 7 محتاجين الرقم هذا يكون اكبر منها، صح؟ لازم يكون اكبر منها. طيب لو كانت 7 2، على اعتبار انه تصير 7 و7 اقل منها، صارت اقل منها لانه هنا هذه تمثل 2.5 كانها 1 في 10 تو ذا باور. طبعا واضح انه الواحد اقل من 2.5، فاذا ات ليست لازم تكون هذه 3، ات ليست لازم تكون 3، بحيث انها تكون هنا عندنا كانها صارت 10 في 10 تو ذا باور 7، فال10 بتصير اكبر من 2.5 بتصير مناسبة. فاذا انا محتاج 3 ديجيت لمين؟ للاريا كود، محتاج 3 ديجيت للاريا كود حسب المثال تبعنا. فهي نفس الفكرة، عندنا عدد ال 25 مليون بيبول، هذول هم البيجنز تاعونا. طب قديش محتاجين بيجنز هول لهم؟ بيجن هول عشان اغطيهم فعلا محتاجين العدد هذا اللي هو 1 في 10 تو ذا باور 8، يعني معنى ذلك محتاج على الخمسة ديجيت اللي موجودين ازود كمان 3 ديجيت، محتاجين نسوي كمان 3 ديجيت، هذول هم تاعون الكود اريا، تاعون الكود اريا. اوكي نعمل جنراليزيشن، جنراليزد بيجن هول برنسبل. اذا والله عندنا ان اوبجكتس ومحتاجين نعملهم اساينمنت ل كي بليسز،
في الحالة هذه at least one place must be assigned at least قديش؟ يعني كل مكان من الأماكن اللي متوفرة at least المفروض يحتوي على قديش؟ يحتوي على عدد البيجونز على عدد البليسز تبعتنا ceiling. فبتقدر تقول والله إذا أنا فعلا عندي الأوبجكتس عددهم N، عدد البليسز أو الأماكن K، فإذا بقدر أقول إنه كل مكان حيحتوي على at least قديش من الأوبجكتس N على K ceiling. تمام. For example if there are N equal to 280 students in this class، لو افترضنا إنه والله واحدة من متطلبات الجامعة ممكن يكون فيها هيك عدد، وعندنا احنا عارفين انه الكي 52 تمثل عدد الويكس في السنه، عدد الويكس في السنه in the year. ففي الحاله دي بقدر اقول انه there must be at least one week during which at least 280 على 52 6 students that class the class have a birthday. معنى ذلك انه في عندكم 6 طلاب بيصدف ميلادهم في أسبوع واحد، صحيح؟ عندكم 280 طالب، 280 طالب هذولا لو وزعناهم على أسابيع ل 52 أسبوع، فمعنى ذلك أنه كل أسبوع على الأقل في 6 طلاب أو في 6 من البيبلز الموجودين من الستودنتس هذولا في نفس الأسبوع هذا عيد ميلادهم، في نفس الأسبوع هذا حيكون عيد ميلادهم. فبتحسبوها عن طريق السيلينج N over K وسيلينج تطلع 6، في عندي 6 طلاب على الأقل. طيب لو بدنا نعمل نفس الكلام بس لا في الشهر على 30 على 12 على 12 280 على 12 سيلينج 280 على 12 وبنعمل سيلينج على اليوم مش هيطلع صفر، على اليوم بيطلع واحد، ما احنا سيلينج اقول لك لو كان عندي طالب واحد حيطلع واحد هو نفس، لانه at least انه اه والله له عيد ميلاد، ما هو موجود، ما دام في طالب ما هو موجود صار موجود. يعني بتقولي والله 280 على 365 على 365 اوكي اقل من واحد، معك اقل من واحد، اقول لك ها طالب واحد عندي، بديش اقول 280، عندي طالب واحد هو نفسه على 360 تطلع قد ما تطلع على 1000 ايش بدها تطلع 0.001 سيلينج واحد. يعني معنى ذلك انه في يوم على الاقل يوجد فيه عيد ميلاد واحد هو نفسه اللي هو عيد ميلاده هو نفسه، فلا هذه موجوده، هذه حتكون طبعا لها قيمه. اوكي البيرميوتيشن والكومباينيشن بدنا نحاول نفهمهم على الاقل، طبعا حكملناهم مع الشعب الثاني، كملنا الاثنتين نفهمهم اقل ما فيها. ايش بيرميوتيشنز وايش الكومباينيشنز؟ البيرميوتيشن والكومباينيشنز هذه طريقه اختيار او عدد الويز اللي بقدر اختار فيها بقدر اختار فيها مجموعه اوبجكتس من ست تحتوي على اوبجكتس، من ست تحتوي على اوبجكتس. زي لما نقول والله بدنا نختار منكم ثلاث طالبات لمسابقه ثقافيه، فرضا في مسابقه ثقافيه بدنا نختار منكم ثلاثه، الثلاثه هذول كم طريقه بقدر اختار فيها الثلاثه؟ عشان اختارهم بدي اعرف اصلا قديش العينه اللي موجوده، صحيح؟ فبدنا نعرف قديش عدد الفضاء العينه او الكاردناليتي للاس نفسها للست نفسها قديش العدد، لانه منها بدي اختار. اذا كان والله بدي اختار ثلاثه، طب هم كلهم ثلاثه، فكم طريقه بقدر اختار فيها؟ هي واحده، هم الثلاثه هي هم الثلاثه خلصنا. لو كان اربعه معناته بدنا نعمل كومباينيشن، يمكن يكون الاول والثاني والثالث، او الاول والثاني والرابع، او الاول والثالث والرابع، الاول والثاني والرابع، يعني تعملوا كومباين، تبدوا تعملوا ايش الاختيارات الممكنه، قديش العدد، عدد الطرق اللي ممكن نختار فيها. هذه طريقه او هذا شغل، هذا مفهوم. طيب ممكن يكون مفهوم ثاني، اقول لكم لا بدنا نختار ثلاثه بس اول واحده حختارها حتكون هي قائده اللجنه، هي رئيسه اللجنه، الثانيه بدها تكون امين سر اللجنه، الثالثة بدها تكون عضو في اللجنة. معناته هنا الأوردر بيختلف صار. بمعنى لو اخترنا العنصر الأول بدنا نخففها شوية، لو افترضت إن أنا عندي أربعة بس. اخترت الأول والثاني والثالث.
لاحظوا ممكن ارجع اختار الثالث والثاني والاول، يكون هذا هو الفيرست وهذا السكند وهذا الثيرد، او ممكن يكون هذا الفيرست وهذا الثيرد مثلا وهذا سكند، او نعمل كومباينيشن. عدد الاحتمالات صارت اكبر، ليش؟ لانه مهم الترتيب هنا. اما لا والله اللجنه كلهم اعضاء في اللجنه وخلص، بصير كل الحالات هذه هي حاله واحده، هي طريقه واحده خلص الثلاثه وبس. لكن لما اقول لا في اوردر، بمعنى انه حتفرق الاختيار الاول عن الثاني عن الثالث، بصير لها تعريق طريقه التعامل مختلفه تماما. طيب في البرميوتيشن، في عمليه البرميوتيشن خلينا نقول انه احنا برضه بنختار من ست اس اوف اوبجكتس، بنختار عدد معين حسب ايش اللي قديش قيمه العدد المطلوب، ولكن اكزاكتلي وانز نختاره مره واحده، يعني ما فيش ريبيتيشن، ما فيش ريبليسمنت، ما فيش انه والله بختار الشغله وبعد ما اختارها برجع بعيدها تاني في القرعه تاني. الجرعه بس اختار منها خلاص، اللي تم اختياره بيطلع برا الجرعه. بختار لون تاني، يعني ما فيش امكانيه مثلا نقول والله بدي اختار من الاربع الوان هدول. طب عشوائيا يلا ها اخترنا اللون الاحمر، اول اختيار كان اللون الاحمر. طب في امكانيه هالوقت اما ارجعه ولخبطهم وارجع اختار كمان مره، يمكن يطلع كمان مره، او انه لا without replacement اخترته اطلعه اختار من غيره. ففي طريقتين في الاختيار، ديروا بالكم في طريقتين في الاختيار، خليها نأجلها شوية. طريقتين في الاختيار هذولا مهمين جدا، يعني لما يطلب منكم في الارن موديل مثلا، الارن موديل او نموذج الجرة، واللي دائما انتم بتسمعوه في البروبابيليتي، بتقول والله جرة وفيها مجموعة كور، ايش احتمال نحط ايدنا نطلع كورة صفرة؟ طب هو اصلا ايش اللي موجود؟ قال لكم 10 كور حمر و10 كور صفر و10 كور زرق. طب ها حط ايدك ولخبطه طلعه، ايش احتمال يطلع كذا؟ خلينا احنا نشتغل على الموديل هذا يمكن يوضح لنا امور هالوقت. طيب لما اقول بدي من مجموعه ان اوبجكتس موجودين داخل الايرن، هذول بدنا نختار منهم ار اوبجكتس. طبعا ار لازم تكون اقل ماكسيمم تساوي ان، لانه لما اقول والله اذا كان العدد 5 بدي اختار 6، ما فيش فيها احتمالات هذه ولا فيها طرق سيلكشن، خلص كلهم بدي اياهم وخلصنا، لانه اختيار واحد هنا. من 5 بدي 6، خلص كلهم مره واحده، فيش اعمل لا برميوتيشن تباديل ولا كومباينيشن توافيق. انتوا اخذتوها تباديل وتوافيق صحيح؟ اللي هي برميوتيشن اند كومباينيشن. اوكي. هالوقت عمليه الاختيار او تو بيك تو سيلكشن، يعني اختناء او انتقاء او سيلكشن اختيار، بدنا نسال حالنا هل الاختيار هذا لازم يكون with replacement، زي ما قلنا ممكن اختار الشغله وبعدين ارجعها ثاني مره ثانيه للجرعه الجايه، ولا without replacement. وذ ريبليسمنت حنسيب لكم اياها تاخذوها لاحقا ان شاء الله في مساق البروبابيليتي، حتشتغلوا في البروبابيليتي تعملوا ريبليسمنت. بعرف في ناس منكم ممكن اخذوها اخذوا البروبابيليتي، احنا حنشتغل على without replacement. حنشتغل على without replacement. without replacement برضه بضل في سؤال، طب فهمنا ان انت حتشتغل without replacement اللي حتختاره خلاص طلع. طيب هل الاوردر مهم ولا غير مهم؟ اذا والله مهم الاوردر صار اسمها تباديل، لانه بيفرق انا اخترت، اوكي الشخص اخترته في جميع الاحوال اخترته، ولكن هل اخترته اول واحد ولا ثاني واحد ولا ثالث واحد؟ بيفرق. فهنا اذا كان والله without replacement تمام، ordered list معنى ذلك بنسميها هذه permutation تباديل. اذا والله لا unordered مش هتفرق، بنسميها combination توافيق. وهذه لها examples وهذه لها examples، هذه فيها امثله وهذه لها امثله. البيرميوتيشن اللي احنا عملنا جنب عن القانون تبعها، قانونها ببساطه انه بدي اختار ار من ان، ار هذا لازم تكون اقل من او تساوي ماكسيمم. طبعا بدنا ناخذ بالنا arrangement using ار، arrangement معناته مرتبه، بده يكون فيها ترتيب، بمعنى انه الاوردر مهم. الاوردر مهم، ممكن انا اختار نفس الشخص ولكن بفرق انا اخترته واحد ولا يعني في اول اختيار ولا اخترته في ثاني اختيار، بتفرق تماما. زي لما نقول والله بدنا نختار اول واحد حختاره حيكون هو رئيس اللجنه، الثاني حختاره حيكون امين سر اللجنه، الثالث بدي اختاره حيكون عضو في اللجنه. لو اختلفوا هم نفس الثلاثه صار في لهم تباديل كمان،
ممكن يبدلوا مع بعض المناصب اللي خدوها هذه بناء على مين تم اختياره في الاول، فالترتيب هنا حيكون مهم. القانون تبعنا عشان نشتغل على number of different r permutation of a set of n distinct elements is denoted by permutation of n و r. permutation من n هختار r، من n هختار r، هذه هتساوي n في n minus 1 في n minus 2 لعند ما نصل to n minus r plus 1، بمعنى انه عدد الترمز يطلع قيمته بيساوي r، 1 2 3 4 5 r، خلاص نضربهم في بعض تنازلي من n للارقام اللي اقل، قديش عدد الترمز r. هذه ممكن نعملها بشكل مضروب الان او n فاكتوريال على n minus r فاكتوريال، على n minus r فاكتوريال، على n minus r فاكتوريال. اوكي ايش المثال اللي كان وراه؟ طيب ناخذ المثال هذا ونقف نخلي باقي الامثله للمره الجايه. عشان بس يعني يكون في مثال اقل ما فيها، مثال واحد طبعا في كذا كذا مثال جايين لسه. خلينا نفترض انه في عندنا سريع هيك انه في عندنا بام مزروعه في يور سيتي، في قنبله تم زراعتها في المدينه عندكم، و your task or your job is to disable it. مطلوب منكم انكم تحطوا التجر او توقفوا انفجارها، توقفوا انفجارها كيف؟ by cutting wires of the trigger device. بدكم تشوفوا وين التريجر ديفايس تبعها، انتم تبعون كهرباء وعندكم اليوم دوائر، بدكم تشوفوا وين التريجر ديفايس تاعتها عشان تقطعوا اسلاكها. تقطعوا وين الاسلاك اللي رايحين للتريجر؟ بدناش اياهم، بدنا نقطعهم. جيتوا طلعتوا لقيتوا انه التريجر رايحه على بيك، البيك هذه مطلع 10 وايرز. جيتوا لقيتوا انه التريجر تبعها رايحه على بيك، البيك هذه فيها 10 وايرز. ال 10 وايرز هذول مطلوب منكم تقطعوا منهم ثلاثه تو ديسيبل ات او ترتيبا. لو واحده سلك انقطع قبل الثاني برضه حتنفجر. فاذا احنا مهتمين بدنا نعمل كاتنج لل 3 رايت وايرز اند 3 رايت اوردر لهم. اوكي اذروايز ات ويل اكسبلود، حتنفجر اذروايز حتنفجر. طيب اف ذا واير اول لوك ذا سيم، اذا كل الوايرز عندكم كلهم لونهم اسود، يعني مش زي ما بتشوفوا في الافلام لون احمر على لون اسود وازرق ومش عارف ايش يعطيكم هنت او شيء، كلهم نفس اللون متشابهات تماما، ما فيش اي شيء، كلهم رايحين على حاجه هيك عامله زي الشيب بيك، مش معروف مين الانبوت ومين الانبوت ومين الاوتبوت تبعها، فما فيش اي شيء يميز اي سلك فيهم. طيب وات ار يور تشانسز اوف سرفايفل، قديش فرصه نجاحكم في المهمه، قديش فرصه نجاتكم في المهمه؟ ليش شوي هالوقت انتم ببساطه بدكم تختاروا قديش؟ ثلاثه من اصل قديش؟ من اصل 10. يعني انتم بتتكلموا عن طبعا الترتيب مهم، لانه لو بدون ترتيب بسميها كومباينيشن، بنسميها توافيق. لا هنا بنتكلم عن تباديل، تباديل معناته بنتكلم عن بيرميتيشن 10 3 5، هذه تساوي n فاكتوريال زي ما قلنا n minus r فاكتوريال، يعني انتم بتتكلموا عن قديش؟ 10 فاكتوريال على 7 فاكتوريال، خلصنا خلص. او ما دام عددهم قليل هنا تقدروا تقولوا 10 في 9 في 8، هذه 72 في 10 720. ايش هي 720؟ رقم كبير. طب هذا ايش فرص نجاحي 720؟ لا هو قديش عدد، لاحظوا قديش عدد الطرق اللي ممكن ابص فيها ثلاث خيوط من 10 مرتبين. طب انا الصح منهم هي واحده، فاذا فرصه النجاح 1 على 720، فاذا هي فرصه النجاح حاله واحده من 720 حاله بقدر ابص فيها او اعمل كاتنج لا ثلاث حالات من 10 او ثلاث 3 وايرز من 10. احتمال ان اعرف اقطع اعمل تباديل لثلاث خيوط اقطعهم من 10 هي 720، الحاله الصح الوحيده فيهم هي واحده منهم، فاذا واحده من 720. احسبوا النسبه 1 من 100، لا حتطلع كثيره جدا، حتطلع كثير قليله جدا، يعني 1 من 1000. ففي الحاله هذه حكون من السهل انكم تحسبوها، فالتشانس تبعتكم هي 1 in 720.
to be أو to will survive. To will survive. أوكي. المرة الجاية بنحاول نشد. حتطلع قيمة كتير صغيرة طبعا. أكيد حتطلع قيمة صغيرة. طيب. يعطيكم العافية مع أمنياتنا لكم بالنجاح في امتحانكم اليوم. المرة الجاية بنحاول نزود شوية.